Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Marhaba bikoum fhad la vidéo jdida li ghadi tehdar ala didactique de la langue française. Ou ghadi nkemlo fa kna chna bzaf ديال لي بارتي, chna les définitions li mtsal qabl didactique, ou khasna nkonu arfinha ka asatida mqbilin ala mubarat. On a la compréhension de l'oral, on a la compréhension de l'écrit, fait lui on chauffe la production de l'oral ou les étapes ou les séances qui sont derrière cette production. Faites pour moi la vidéo. Dans les activités de production orale, yani parler, l'utilisateur de la langue produit un texte ou énoncé oral qui est reçu par un ou plusieurs auditeurs. Yani fait les activités li entha alaqa bel oral ou bel hadra, fehna l'utilisateur de la langue ou le mustamil lugha li ghaliban kaykon el oustad, fa huwa kiystamel lugha ou kiyrsalha ala shakl énoncé ou ala shakl un texte. في مجموعة بيان سور من الكلمات اورالمون شفويا وكيتلقاها لوديتور اللي هو المستمع سواء ان او بليزيور سواء مستمع واحد او العديد من المستمعين. فبالنسبة للمهارات les compétences, l'élève sera capable de produire des énoncés oraux dans des situations de communication en respectant les structures grammaticales et le lexique approprié. L'objectif de cette production de l'oral, il est capable ou il produit ou des énoncés ou des textes oraux, yani chafawiyin. في مختلف سيتواسيون ولا في شي مواقف مختلفه وغيحترم ستركتور غراماتيكال يعني غيحترم تصريف الافعال باردون غيحترم المواقع ديال الافعال وايضا لا جوستيس فونيتيك لا بريزونس دو نون فيربال جيست ريغار سيلونس اكسبرسيون دو فيزاج et du corps et donnant le volume de la voix aux intonations yani kima qelt lkom til mitra su li qadr annahu intaj ras wahed l'énoncé oral wahed kalam shafawi mhtaram fih kaa el qawaid li khassou yhtaram yani ma ghayedirch akhta li hiya akhta kbira aw la akhta ktira faqat ghayqdar annahu intaj ras wahed el kalam mafhoum. Onchoufou el marahil dial had el dars. فهما المراحل كيتعاودوا غير المحتوى ديال كل مرحله اللي كتختلف لي زيتاب عندنا 4 ايتاب ب 4 سيونس فليتاب الاولى عندنا لوبسيرفاسيون ديكوفيرت ليتاب الثانيه لا كومبريونسيون كونسيبتواليزاسيون ليتاب الثالثه لابليكاسيون دو ترانسفير ليتاب الرابعه ليفالواسيون الريمدياسيون. المرحله الاولى بالنسبه للبرودكسيون دو لورال كتكون لوبسيرفاسيون ديكوفيرت افون ليكوت يعني قبل ما يسمعوا داك البروسيدي اورال اولا داك لينونسي اورال اللي غادي نخدموا عليه شنو خاصنا يكون ولا شنو خاصنا نديرو بريباراسيون ا ليكوت بور رياكتيفي لي كونيسونس بريالابل يعني كنحضر التلميذ للاستماع باش نعاود نحيي دوك لي كونيسونس اولا المعارف اللي عنده اوبسيرفاسيون دو سوبور يعني غيشوف لو سوبور من بعد ديسكريبسيون دو سوبور nous faut avec le support ou formulation des hypothèses orientation de l'observation et acceptation de toutes les réponses من بعد كتجي المرحلة الثانية اللي هي لا كومبريونسيون لا كونسيبتواليزاسيون اللي كتكون اثناء الاستماع ف بروميير ايكوت كومبريونسيون جلوبال اول حاجة غنديرو هي ديفينير لا سيتواسيون دو كومونيكاسيون يعني ليليمون اي سيركونستانس دو لا سيتواسيون بيرسوناج ليو طون دي كوز لي كوز باردون لو كومون اتسيتيرا ف غنبداو نطرحو اسئلة باش نعرفو الجواب على شكون هما لي بيرسوناج على المكان الزمان على الاسباب بزاف ديال التساؤلات غيبداو يتطرحوا وغنعرفوا بلا ناتور دو دوكيومون يعني بنوعيه داك لو دوكيومون اللي حنا غنخدموا عليه. بالنسبه للدوزيام ايكوت كتكون فيه الكومبريونسيون فين يعني الاستماع الثاني كتكون فيه الفهم تيكون كامل فيه الريبيراج بريسي دي زيليمون دو لا سين غنحاولوا نجبدوا العناصر ديال الوضعيه explication du lexique et des structures langagières véhiculées غنحاولوا نشرحوا لو ليكسيك نشرحوا الكلمات الصعبه نشرحوا المعاني ديال الجمل اولا ديال الكلمات synthétiser les idées abordées
يعني غنحاول نلخصو دوك الأفكار اللي تداولناها أثناء ديك لا سيونس. أخيرا دراماتيزاسيون دو لا سيتواسيون كيكون فيها الكوريكسيون فونيتيك اي بروزوديك يوتيليزاسيون دو لا جيستويل. فهنا كنعنيو بلي خاصنا ديك لا سيتواسيون اللي درسنا نردوها بلو دراماتيك، نديرو فيها شوية الروح، نستعملو لي جيست، نصحو اللغة أو طريقة النطق. من بعد كاينه ليتاب 3 اولا المرحله الثالثه فتيكون فيها لابليكاسيون اولا لو ترانسفير كتجي ابري ليكوت ولا مورا الاستماع. فيها ليتود دو ليكسيك اي دي ستركتور لونغاجير، يعني كنقراو داك لو ليكسيك اللي استعملنا اولا النوع ديال الكلمات اللي كنستعملو و اللغه اللي كنستعملو اولا البنيه اللغويه. فلا كونتكستواليزاسيون فيها لوبسيرفاسيون دو لامبلوا دو ليكسيك، كنلاحظو داك لو ليكسيك اللي عندنا اولا الكلمات وكنحللوهم. لي ستركتور لونغاجير يعني كيما قلت البنيه اللغويه اللي مستعملين. من بعد كاينه لا ديكونتكستواليزاسيون فيها لي فير روبيري اي لي ريليفي، يعني كنجبدو دوك الكلمات وكنحيدوهم لو تيكست، كنقلبوا عليهم وكنحيدوهم من الكونتكست ديالهم، كيوليو كلمات عندنا كنخدموا بهم حنا وكنحللوهم خارج النطاق السيتوياسيون اللي حنا دارسينها في ديك الحصه. من بعد كتجي مرحله الريكونتكستواليزاسيون لي فير يوتيليزي اي اون شيرشي دوتر دون دي سيتوياسيون سيمولي. فوالا غنشدو دوك الكلمات غنعاودو نستعملوهم، غادي نحاولوا نقلبوا على وحدين اخرين بحالهم اولا دي سينونيم وغنستعملوهم في دي سيتوياسيون اولا في وضعيات اللي مختلفه. من بعد كاين المرحله الرابعه اللي فيها ليفالواسيون، يعني الري انفستيسمون اي كلوتور دو سيناريو بيداغوجيك. فحنا كنسدو داك السيناريو اللي درسناه اورالمون، كيولي فير ديكوفرير لو كونتكست دو لا سيتوياسيون، كنوضحو لا سيتوياسيون وكنوضحو لي بيرسوناج، كنعرفو عليهم شكون هما لي ليو لي زاكسيون، كنعرفو عن طريق ليفري دو ليليف. فمن بعد كيجي ساسوري دو لا كومبريونسيون دو لا كونسين، نتاكد بلي ليليف فهم لا كونسين وفهم السؤال. انفيتي لي زيليف ا ريفليشير افون دو ريبوندر اي ا بريباري لو ريبونس، كندفع التلاميذ انهم يفكروا قبل ما يجاوبوا ويوجدوا الاجوبه ديالهم. دوني لا بارول او زيليف كي سيكسبريم باردون بور سيكسبريمي، غنعطيو لا بارول للتلاميذ باش يعبروا. Évaluer et demander aux élèves de s'auto-évaluer. فكنصحح ليهم الاخطاء ديالهم وكنعطي قيمه لدوك الجواب ديالهم وكندوموندي وكنطلب منهم حتى هما يشوفوا الاخطاء ديالهم فين كاينه ويصحوها. من بعد ما شفنا لا برودكسيون دو لغه اللي خدمنا عليها وشفنا المراحل اللي كنتبعوا باش نديروا داك الدرس، دابا غنشوفوا البرودكسيون دو ليكري. فاولا غنشوفوا شنو المعنى ديالها. فدون لي اكتيفيتي دو برودكسيون اكريت اكرير او اكسبرسيون اكريت لوتيليزاتور دو لا لانغ كوم سكريبتور برودوي ان تيكست اكري كي اي ريسو بار ان او بليزيور ليكتور. فهاد النوع ديال لي اكتيفيتي هنا عندنا واحد السكريبتور اولا الكاتب كيكتب لا لونغ لي لا لونغ فرونسيز كتابه دي تيكست لي تيقراوها سواء ان او بليزيور ليكتور، يعني قارئ اولا مجموعه من القراء. فهادشي اللي كنقصدو به برودكسيون دو ليكري اولا التعبير الكتابي. المهارات اللي خاص يكتسبها الطفل من البرودكسيون دو ليكري اولا من التعبير الكتابي، فليليف سورا كابابل ديكريغ كليرمون، ليليف غيولي قادر على انه يكتب بشكل واضح اي كوريكتومون بشكل صحيح سولون لا سيتوياسيون دو كومونيكاسيون، على حساب السيتوياسيون اللي معطيه عليه. دي تيكست سامبل غيكتب لينا دي تيكست اللي هما بساطين على دي سوجي كي لوي سون فاميلي او كي لانتيريس، غيقدر يعبر ويكتب على دي سوجي اللي كيهموه اولا دي سوجي اللي كيجيوه عاديه بالنسبه ليه يكتبهم. نشوفوا لي زيتاب اللي كنديروا فيهم البرودكسيون اكريت ولا برودكسيون دو ليكري، فهم اربعه ديال لي زيتاب. واول سيونس كتكون فيها لوبسيرفاسيون ديكوفيرت، يعني كنقدموا داك لو سيبور كنفهموه كنحاولوا نفهموه لو سيبور اللي غادي نخدموا عليه. فيها بزاف ديال المراحل، ف فير اوبسيرفي ان سيبور ولا واحد سيتوياسيون دونتري، يعني كان تنفع التلميذ انه يدير لوبسيرفاسيون اولا يلاحظ داك لو سيبور اللي غادي نخدموا عليه.
أو لديك la situation d'entrée الوضعية ديال البدء للبداية amené les élèves à identifier les éléments circonstances de la situation ندفعت تلميذ أنه يعرف راسو شنو ما les éléments أو شنو ما العناصر شنو ما الوضعية et les amené surtout à saisir la diversification d'écrit ou خصهم يسيزيو أو لا يفهمو يلتقطو ديك la diversification لديك اختلاف الكتاب المرحلة الثانية ديال la compréhension la conceptualisation qui confère des exercices d'entraînement individuel ou la collectif en faisant le point sur leur découverte diversification relatée durant la séance précédente يعني في هذه المرحلة كيكون واحد التمرين كندفعو التلميذ من خلال هذا التمرين انه يتدرب سواء individuellement سواء بشكل فردي او لا بشكل جماعي وكيستحضر داكشي اللي كنا شرحناه في المرحله الاولى او لا في السيونس الاولى ريبيراج دي مو كلي دو لا سيتوياسيون بروبوزي كنحاولوا نجبدوا لي مو كلي او الكلمات المفتاحيه ديال لا سيتوياسيون اللي حنا كندرسوا فمن بعد كتجي واحد المرحله مهمه اللي هي ايلابوراسيون اون كومون دي زوتي ديت كنحاولوا مجموعين اولا في جماعه كنجبدوا بعض الكلمات اولا بعض الطرق اللي غادي يعاونونا ولا غيعاونوا التلميذ باش يكتب حتى هو من بعد اولا في الحصه الاخرى يولي يستطع يكتب راسو برودكسيون اكريت فيرب اكسبريمون لي اكسيون يعني كنجبد دي فيرب اللي كيكسبريم لاكسيون اللي غيحتاجهم باش يكتب ويستعملهم حتى هو في البرودكسيون ديالو Des verbes pouvant remplacer le verbe faire, يعني ما غنبقاش غير نستعمل le verbe faire, différents lieux où peut se passer l'action, غنعطيه des verbes لي غيعوض بيهم le verbe faire, ou غنعطيه des lieux لي يمكن ترا فيهم l'action, غنعطيه des listes de différents moments, واحد la liste ديال مختلف الأوقات, liste des adverbes, أي حاجة يمكن ليها تعاونو في البرودكسيون, حيت كاين بزاف ديال الكلمات لي كيبقاو يتعاودو, غير كنغيرو غير situation de production. هادشي اللي غادي نعطيه وبمساعدة كاع لي زيليف troisième étape ou la séance celle-ci qui confie à l'application le transfert يعني l'écriture du premier jet يعني كنكتب انا وياهم واحد لاساي الاول s'exprimer individuellement par écrit كنخليهم يعبروا بشكل فردي كتابة inciter les élèves à utiliser les ressources à disposition كنخليهم يستعملوا دي ديكسيونير او لا دي بانك ديدي الى عندهم مثلا شي مذكره كاتبين فيها دي مو هكا اللي يمكن لهم يستعملوهم في دي برودكسيون اكريت كنخليهم يستعنوا بهم ما فيها بس فهكا غنخليه يدير لو بروميير جي ديالو او لو بروميير اساي aider les élèves bloqués et maintenir une grande disponibilité pour ceux en difficulté. Et bien sûr, le chitin midi là où il y a quelque chose ou là tu bloques quelque chose ou ma qadar chi avancer ça fait l'afkat sala ou li ghadi naawno. Les élèves li في صعوباتهم غادي نعاونهم بكلمات بساط اللي هما باستطاعتهم يفهموهم وباستطاعتهم يبقاو عاقلين عليهم هذه هي المهمه ديالي في البرودكسيون دو ليكري في هاد لا سيونس هادي من بعد ما غيساليو لي برودكسيون ف choisir une ou deux productions riches même erronées فغنشد واحد لي دو برودكسيون لا برودكسيون وحده تكون مزيانه واخا يكون فيها دي فوت مي غنشدها impliquer les apprenants dans les modifications وغندخل حتى التلامذ يموديفيو معايا ديك البرودكسيون باردون اللي دارها ني التلميذ غيصحوا الاخطاء ديال دوك لي برودكسيون شوازي يعني ديال دوك لي برودكسيون اللي اختاريت échange de production avec des pairs يعني غنحاول نبادلهم لي برودكسيون بعضياتهم faire prendre conscience pardon à chacun de ses lacunes باش كل واحد يعرف لي لاكون والاخطاء ديالو
من بعد في لا سيونس الاخرى شنو كنديروا فيها واحد البرودكسيون دو ليكري. فهنا في هذه المرحله كيكون درنا المرحله الثالثه وبشا التلميذ للمنزل ديالو يقدر يكون يبقى عنده داك الحب ديال انه حتى هو يبغي يعاود يكتب برودكسيون يعاود يدير محاولات باش يكتب برودكسيون صحيحه. فمن غيجي في لا سيونس 4 غيجي مستعد لهذيك البرودكسيون غيجي متشوق حتى هو يعطي افكار وحتى هو يساهم. فاحنا غنكتبوا في هذه السيونس واحد الباج ديفينيتيف او الصفحه النهائيه يعني غنطلب من التلميذ انه يكتب لو دوزيام جي اولا المحاوله الثانيه غيكتبها هذه المره ديريكتومون في ورقه اولا في الكاي ديالو. فمن بعد كتجي مرحله ديال لا كوريكسيون كوليكتيف اولا التصحيح الجماعي شوا دون كوبي اي اورغانيزاسيون دو لا ريميدياسيون نيسيسير. فغنختار واحد لا كوبي وغادي ننظم تصحيح يعني جماعي التصحيح اللي كتحتاجو ديك الكوبي. La correction se fait au tableau, rendirons la correction au tableau, partie par partie, en tenant compte des critères de production, la pertinence, la cohérence, la justesse et l'engagé. Enfin, تصحيح ديال هاد البرودكسيون écrite غياخد بعين الاعتبار المراحل ديال البرودكسيون écrite, اللغه اللي مستعملين او لا كونجوغاسيون ديال لي فيرب. فخاصها تكون برودكسيون écrite صحيحه 100%. اخر حاجه هي encourager les élèves à dégager la forme correcte du type d'écrit demandé qui sera ensuite écrite au tableau et enfin recopiée sur les cahiers. صافي من بعد غنوليو مستطعين انا و les élèves اننا نديرو واحد البرودكسيون écrite اللي هي صحيحه وهي اللي غادي تكتب من بعد في لي كاييه ديالهم بيان سور بالمشاركه ديالهم وهما اللي غادي بارتيسيبيو معايا حتى نكتبوها في الطابلو من بعد غينقلوها في لي كاييه ديالهم. فاحنا وصلنا لنهاية الفيديو هضرنا على البرودكسيون دو لوغال و برودكسيون دو ليكري هادشي اللي خاصكم تعرفو وهادشي اللي خاصو يدار او سان دو لا كلاس. فنتمنى تكونوا استفدتو مازال حصص اخرى اولا فيديوهات اخرى ما تنساوش ديروا ابوني وتابعوني باش يوصلكم الجديد. فشكرا على انتباهكم.